Identify the following interest rate statements as either nominal or effective. يعني بس هنقول nominal ولا effective ونشرح ليه. A, B, C, D, E, F. لو الكلمتين اختلفوا من غير ما يقول حتى nominal يبقى nominal. لو الكلمتين اتفقوا من غير ما يقول effective يبقى effective. لو أصر بقى إن هي effective أو nominal خلاص يبقى حسب الصفة اللي يقول عليها. فتعال نشوف كده مع بعض. بيقول في الـ 1.5 per month compounded daily. الكلمتين اختلفوا، خليني أقول أهو أحط تحتهم خط، الكلمة دي غير الكلمة دي، يبقى على طول ده هيكون nominal. طيب بي بيقول 17% per year compounded quarterly. الكلمتين اختلفوا يبقى nominal. سي effective خلاص قالها صراحة effective، يبقى هي effective 15% أصلها compounded monthly بس هي effective. في الدي قال لي nominal خلاص عيني عينك كده بير مانث وكومباوندد ويكلي كمان، يعني اكدنا فهي نومينال. بوينت 3% بير ويك كومباوندد ويكلي، الكلمتين اتفقوا يبقى افكتيف. ايت بيرسنت بير يير ما لم يذكر يبقى كومباوندد انيوالي يبقى effective. طيب الأسباب طبعا احنا قلنا كلمتين أو الكلمتين اللي هم الـ IP الـ interest period الأولى والـ compounding period مختلفتين، على طول يبقى nominal. طيب متفقتين او الكلمتين بقى لاني مبتدا مرفوع بالالف مثنى، الاي بي نفس المفروض دي برضو، السي بي متفقتان، متفقتان خبر مرفوع بالالف يبقى على طول افكتيف زي دي وزي دي. ما لم يذكر الكلمه الثانيه، ما لم يذكر تكون السي بي مثل الاي بي.